السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين، القول الصحيح في هذا شيخ؟ السفر يوم الجمعة قبل الصلاة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قبل الأذان الأول يجوز؟ دقيقة، فاسعوا إلى ذكر الله، فهو بعد الأذان الثاني لا يجوز الإنسان يسافر، لأن الله قال: اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك نذر السفر، نذر كل شيء يمنعنا من الصلاة إذا كان قبل ذلك. فإن كان يأتي بها في طريقه، مثل أن يكون أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر ببلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة، فهذا لا بأس به، أفهمت؟ وإن كان لا يأتي بها في طريقه، فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء من حرمه، ومن العلماء من أباحه، وقال إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان، والأحسن أن لا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقة، مثل أن تكون موعد الطائرة في وقت لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك، ولا في الأفضل يبقى. وإذا كان معه يعني عائلة وأطفال، وغد إيش؟ أطفال وعائلة يعني. وعلى كل حال ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالأمر في الساحة، لكن الأفضل أن يبقى، ومع المشقة لا بأس يمشي.